هذا يسأل حفظكم الله، يقول ما حكم ربط الدعاء بالمشيئة؟ ما لا يربط الدعاء بالمشيئة، لا يقول الله، جاء الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وما أشبه ذلك، يجزم الدعاء. نعم.